السلام عليكم، حياكم الله يا ملزلزين يا مكلب زين. اليوم راح استعرض معاكم النهايات الخاصه في لعبه ليتل نايت ميرز 2. طبعا انا ما راح العبها واجيب النهايات، لا انا راح اشوف النهايات من فيديو موجود مسبقا على يوتيوب، وراح نشوفها ونستعرض ونحلل ونتعمق فيها اكثر، ونشوف كيف النهايات هذه كانت وليش اختلفت عن النهايه اللي عندي وليش 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 وليش. لكن قبل كل شيء خلوني استعرض لكم بعض المودات اللي انا ركبتها على نفس لعبه ليتل نايت ميرز، يعني زي ما تقولون حاجه راح تغير من قواعد اللعبه. قبل ان نبدا تسوون اللايك والتعليق وخلونا بسم الله نبدأ. اول شيء ابختار الفصل الاول، بروح للفصل الاول وراح اطبق فيه نفس الاشياء الغريبه هذه. بعضكم ممكن يقول لي كيف سويتها، طبعا انا شريت لي برنامج بفلوس، البرنامج هذا يخلي اللعبه هذه غير اللعبه الطبيعيه اللي احنا نعرف اشياء تينج يعني بالعربي. طبعا هنا كيف انه رجع مونو باي طريقه باي داعي رجع احنا ما ندري، احنا عارفين انه نفسه المستقبل تواجه نفسه اللي بالماضي، لكن كيف انه تواجه، كيف انه دخل هنا في العالم هذا، كيف صار محبوس في هذا العالم. في نظريات بعد من المتابعين يقولون ان عبد الله هو لما كان في الحلقه هذه يدور 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 اخر شيء شنق نفسه، لما شنق نفسه مات، ولما مات شفناه في عالم الجزء الاول مشنوق. طيب احنا عارفين ان اللعبه كذا طبيعيه امورها طيبه، لكن شوفوا الان وش راح اسوي. شوفوا يا جماعه السرعه الصاروخيه، سرعه صاروخيه اللعبه تصير طلقه، يعني اذا واحد يمل من المشي البطيء ولا كذي فانت كذا تختم اللعبه يا حبيبي. سبيد ران بالغش اذن كذا. شوف 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 السرعه، شوف شوف شوف، ولا غلوه اخذ معي. طيب خلنا نوقف السرعه ذي. الان بوريكم شغله ثانيه اللي هي رقم ثلاثة. شوفوا يا جماعه، الله قدرت اوصل للجثث. دقيقة من جديد، خلنا نوصل للجثث. بجي أعلى شيء. أوف دق. مات والله من قوة نطة، تتوقع إنه يموت أصلا طبيعي. يلا من جديد. إي جيتهم بس للأسف ما أقدر. طيب بما إنه بشوف فوق، إيش رأيكم نطلع فوق نسافر فوق؟ إي نعم نقدر نسافر فوق. Activated. الآن صارت عندي فيزا اللي هي ميزة السفر، شوف كيف حنسافر. ايوه يا سلام يا سلام، اطلع اطلع اطلع. واو مناظر خلابه 100%. شوفوا متعلقين في اخر الشجره، على بالي في شيء فوق. انت وين تبي؟ دقيقه بس بشوف فوق، لازم اشوف العوالم. سلندر جاي، اصبروا بس دقيقه خلنا نشوف فوق. وش الحكمه طيب انك رايب فوق كذا بس؟ استعباط. أنا يمديني أمشي قدام. ورع. شوف كيف يوم رحت العالم بدأ يختفي. انزل انزل. انزل يا ورع انزل. انزل فضحتنا انزل. هذا وين راح؟ دخلته ولد بعيد. ها؟ اي وين رحت انت؟ اوف. اوه طلعت برا الماب انا. اخوي لا طلعنا برا الماب. اوكي. شوف كيف. شوف ايش بعدي عن المسافة اللي تحت. يا حبيبي انت كذا ما وديتنا ديرة. لا بالعكس كذا انا اكتشف كل شيء في اللعبة. ايوه. تعالوا يمديني اروح هناك الغابة، ادخل الغابة. صراحة شادني الموضوع ذا. خليني اروح فوق. Activated. ما يقدر يروح صح؟ Activated. خليني انزله. Activated. يا حبيبي لا تطلع برا الماب، لا. ارجع ارجع للماب، حلو. لا يا خالي ارجع للماب. Activated. Activated. خليني اوقفه. Deactivated. مات مات مات. Activated. مات مات خلاص مات، ذبحته انا. بطلع برا الماب. الحين بشوف يمديني اروح هناك. ايوه يمديني امشي اطير اصلا. ما شاء الله شبح. وين؟ مسافر؟ عندك طريق هناك مختصر؟ يلا حبيبي مونو روح. مونو يقول عنده طريق مختصر من هناك، من ورا الغابات. اوه دخل الغابات، شوف كيف. وش هنا؟ وش هنا؟ والله قمت اضيع، وش السالفة؟ وش هالجدار ذا؟ او هذه رسمة. تصدقون هذه رسمة للغابات من بعيد، تدري ان الكذب. كذابين. رسمين لنا الغابة من بعيد على اساس انها غابة، لا هي غابة ولا شيء، طل. نرجع ونقول وش الحكمة من الأشياء ذي؟ والله كذا بس استكشاف اللعبة، نحللها. خلنا نسرع. لا مع النطة ذي صراحة.
تعالوا لا تبون ينزل تحت ما بينزل تحت بروح من فوق خالف ابو اللعبه والله ما تبوني اروح من هنا بطلع شو الغبي ما توارى ايه بخصوص هذي دقيقه وش اللي صار قال اضغط مطولا عشان ما اطيح يعني وانا ما طحت اساسا حلو مات 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 ما يتحمل الغبي طيب ايش جرى الحين غطت عليك لا عادي خلصنا بس هنا لازم الجسر ذا ما تقدر تحداك ما تقدر منو اللي بروح للصياد بنزله مو الصياد لما يطاردني فوق انا مونو ما اقدر انزله بنزله انا مونو قصدك انت وهذيك ايه انا وهذيك الله عليه طاح بالفخذ شوف 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 ايوه بجي البيت من فوق بجي البيت من فوق دقيقه ما اقدر اجي من فوق قهر الا عندك الطيران فوق 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 بعد يا شاطر فوق فوق ايوه نبي نجي البيت من فوق نبي نجي البيت من فوق ليه ترجع منو ردك انت وجهك طيب خلنا ناخذ فرع على البيت ايوه المطورين هذا وش قاعد يسوي ذا باللعبه صبر يا مطورين خلنا نكتشف لعبتكم هل هي خاليه فارغه انا الحين المفروض اني داخل البيت الحين اشتر عليه جيت هنا بسرعه اوكي المطورين اسحبوا المطورين اسحبوا من اللعبه ذا ما يستعير وجهه جاء ما حتى مونو ما جيتها يا جماعه حتى قصدي سته ما جيتها سته ما وصلت لها الحين شلون شلون المفروض هنا انا سته معاي بروح بدون ستة تحدون يلا شوف هو مو تحدي الموضوع بس شيء كويس بعتبره صراحة تقولون لازم في أحد يمسك لك هذا عشان تطلع المفتاح ما تقدر بدون ستة ما تقدر أول شيء عندي أكثر من ميزة يلا قال إيش قال تحتاج ستة قال ستة الزمن انزل يا ولد بغي يموت كل شيء تقدر تسوي بدون ستة ليش تحتاج ستة أصلا من الأساس أنا لقيت مفتاح لحالي والله لازم صدقني بدونها ما تقدر يا حبيبي ايوه روح روح هنا شبح طيب دام انك الحين حليت كل شيء المفروض تنزل تحت يلا نزل تحت بسم الله والله ليش قاعد تحتاج ستة قال افتح اطلع برا اسحب عليها نزينها محتاج نقول ونعيد وش سوت فيني اروح للصياد لحالي اواجه انا قبل الحلال اللعبه والله ما تقوم الا على الشيء هذا يلا خلها تولي ختم بدونها القصه قصه مونو اصلا القصه قصه مونو هلا ملازلز هلا باللي جانا اللي شرفنا ايش بتسوي الحين اوريكم يا حجي يا حجي ايش عندك هنا حجي هل عندك بنت اسمها ستة حاجزة صح؟ راح اذبحها 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 ما عليك ما جاك علي اذبحها شوف ما تقدر تفتح الباب لازم ستة معك اتخسي ترى ماني محتاجها اطلع برا اطفو 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 اطلع فوق البيت اطلع فوق البيت اطلع انزل اوه هذا انا هنا. ما تقدر لازم ستة معاك برا. بحاول اليوم اطلع من البيت وستة مو معاي. اي حمارة وش جابها معي ذي؟ اي قليلة الادب. كيف؟ والله قهر. دقيقة. ايوه شلون تبي تصيدني الحين؟ كمل كمل وريني كيف تصيدني يلا ما تدري وين تروح صح؟ ما تدري وين تروح شاطر ما تدري وين تروح اي شيء شيء شي بجي معك بجي معك بجي معك بجي معك انا عارف انك تبي تضللني عشان تعطي ربعك وقت ها انا عارف وش يدتك ذي اللي مدخلها من عند الجدار اخوي؟ ضعيف انت والله صار زي اللي بالمستشفى الممرضات ايش فيك ثبت كذا؟ اهم شيء اني اشفيت غريب شوف ثبت هنا يلا تعالي انت خلصي
اي تسلل، معاد هي ريحه تسلل. تعالي انت، هي بتجي ولا لا؟ اي لعينه، فتعالي خلصي. يعني شنو تتسللين مع وجهك؟ يلا تعالي دفي، تتسلل بعد ما انا خلاص اجهزت عليه. مكانك لو سمحت. ايش ما ثبت ذا؟ ايش فيك ما تصوب اخوي؟ ايش فيك اخوي؟ ايش في دقر عليك السلاح؟ ايش السالفه اخوي؟ اوكي تعال معانا يلا. تعال امشي انت. اذبح لي، اذبح لي، تقدر تذبحها؟ يمديك تذبح هذه؟ ابد اذا قدرت حيلك فيها. يا ايش قاعد تسوي ذا؟ ايش الايم التعبان ذا اخوي؟ خلني اجي من هنا معاه. استح! ايوه هنا الملابس. طيب فوق ما قدرت اطلع صح؟ خلنا اطلع فوق الحين بسم الله نشوف شو. فيلد. وش ال اكتيفيتد اكتيفيتد. اي الغبيه ذي اللي يتحكم فيها صار. فيلد. فيلد لان هي الكلب اللي يتحكم فيها. اجل لازم اختار فصل تكون هي ما يعني هي اللي انخطفت يعني ما هي معي لحالي انا. احسن خليت فوق بالهواء. خليت لا هذا ولا هذا. وانا بروح. فارقيني. تعالي. تعالي تعالي. الله بدونها ما تقدر تلعب. بروح اقابل سلندر مان بواجهه. بتفاهم معاه. تعالي معي. ايوه. على طول راح. سبقها اي لا تعطيها وجه. سبقها سبقها. شوف السبيد ران يا حبيبي. شوف السبيد ران يا حبيبي. يلا اخطفوها بسرعه فكوني من شرها. افتح الباب دول تساعدني. انزل من هنا بسرعه بسرعه. يروح من هنا بعدين انزل. بسرعه 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 يلا. الغبيه طاحت بعد. هي وراها طاحت. طيب هي طاحت يا جماعه. هي طاحت. دقيقه ليش تطيع؟ اي طيب الغبيه ليش تطيع؟ ونقزتها صارت قوي. شو الكلبة؟ كيف كذا عدتي للحياة؟ كيف رجعت للحياة ذي؟ هم السحورة ذي. اح اح عبد الله عقل سوى بسرعة. اوكي اوكي خلاص. وي 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 هاي نفس انا كان اموت وي. خلاص وقفنا السرعة وقفنا السرعة. يلا ارجع ارجع. شو شو وين ما رجعت دي؟ ماتت هي خلاص يعني؟ شكله ماتت. شوف 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 جت هنا. كيف لا تسألني؟ ما أعرف عنها شيء ذي. والله هذه شكلها زي أمها ساحرة. المصعد ما هو موجود. طيب إذا فتحت المصعد شو السوات؟ أوكي ما علي منها يا حبيبي كمل بدونها. اللي يقول لي الحين طيب عبد الله شو الفائدة الحين فتحت هذا المصعد مو موجود؟ أعلمكم الحين. هي خلا تولي خلا تولي. شوف الحين شو بسوي؟ هل تحتاجها صدقني؟ لا احتاجها ولا شيء. والحين اول ما يجيني هذا بنزل عليه. هي. بس خلاص. لازم هي وياك. خلي تبلي زين. هي بتنخطف الحين اصلا. ايوه انا كنت ابي اروح هنا صراحة. شوف جت. شوفون جت. انقلعي انقلعي. انقلعي عني. تعال اخطفها سلندر مان. شوف رحت فوق. رحت فوق مت. شو السالفة؟ بسرعة 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 يا الخبلة. ده كان المفروض اني اروح قدام ترى. يلا يلا طلعها طلعها يا عمي. لا تستناها تفتح لك الباب، انت افتح الباب نفسك. ايوه تعال اخطفها سلندر مان. تعال تعال يا صديقي تعال 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 يا صديقي تعال.
تعال حيها العين والله تعال اقرط حياك هلا ترى انا حررته هنا وكان محبوس طول الوقت انا حررته من هنا يعني انتوا تقولون طيب هو كيف كل مره يرجع كل مره يرجع يرجع لانه في احد حرره في احد انا من اللحظه حررته ثبتت هي ثبتت هي كيف كيف ثبتت هي الحين تطلع فجاه صح ايه وشو سحبت منه انت سحبتها احسن قلعتها الحين شوف اقدر اطير activated مو على اساس صادها deactivated مو على اساس صادت صح deactivated صادها خلاص ايش مجلسها عندي ذي يا جماعه ذي ايش مجلسها عندي طف عليها اختي ايش بتسوين ايش بتسوين يلا ايش بتسوين ها ما عندك تلفزيون انقلعي شو رجعت التلفزيون طافي بدل ايش اروح اطفي التلفزيون على المسكين الضعيف هذا ما راح احتاج اطفيه اروح على طول تفرج تفرج قدراتك تفرج ابد ما راح اطفي عليك ولا شيء بروح هناك عندي طرق خاصه للذهاب الى المكان هذا ايوه بشوف اللي ينتحرون هنا اخواني واحد بروح بروح اي بروح بروح اشوف الاخوان اللي هناك هل فعلا ينتحرون تعالوا ليش ما اروح للبرج هذا اللي وراه كل شيء ترى يعني على اساس بيفتح لك سر الحين ولا شنو بالضبط ما ادري بشوف نكتشف سر البرج هذا ايوه وصلت البرج بعدين ايش الحكمه يعني اشوف من اللي ساكن فيه كي دخل داخل ما في شيء هو فعلا برج خلنا نطلع قمته لان حاليا جالس اطلع فوق ماني شايف اي نهايه activated الا لو وصلت وصلت النهايه استسلمت يوم وصلت النهايه لا ما استسلمت بس خلاص هذا حدي يا عمي البرج هذا دار مدار فاضي بس كذا المطورين اوف كشف سر ان ذا كنا داسين عنكم البرج هذا ما نبيكم تجون ولا تشوفونه الاقي في احد داخل خلنا ننزل تحت شوف طحت طحت من البرج شلون طحت طحت ما في اي فايده في البرج ما مت ما مت روح فوق اعلمك اعلمك الخطه activate حلو ما عليك من البرج هناك بعدين انزل تحت شفت تعال المفروض ان هذا المفروض ان هذا دف الباب الحين يوم الرعب لا ما راح اجيك activated حلينا ابو الرصاص deactivated حمار ذا ورا مات ابى اروح للي هناك بتروح لمين failed انا داري ايوه activated أنا بجي هنا بجي هنا بدون لا يطردوني activated بجي هنا بدون لا يطردوني كيف أقدر activated activated حمار أنت ايش طعت هنا انزل 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 وصوص علم activated من قلتكم عيال من قلتهم العيال لا ماني منقذ لا ماني منقذ لا ماني منقذ هذا ما يعترف قوانين الغش في اللعبه ما عندي كيني مين يعني شفت ما يعترف ما عنده شيء اسمه تبي تهج ها
طيب الحين يفترض انه راح صح؟ برجع له برجع له اخواني. هذا انا failed. Failed ما بي failed. Failed. Activated. برجع لنفسي يا اخوان. الان خلونا نشوف النهايات السرية مع بعض. طبعا انا الحين راح اشغلها من اليوتيوب. هذه لما جيت انقذها اخر شيء. اتوقع هذه نفس نهايتي صح؟ هذه اتوقع ممكن نفس نهايتي. هذه نهايتي لما تتخلى عني. هذه اخيس نهاية بالنسبة لي. النهاية الصادمة. لكن بشوف النهايات السرية كيف. صراحة انا متساءل وش النهايات السرية اصلا. حليا بالغمر مهما يصير. أيوة هذه النهاية السرية. أنا مسميها نهايات وآخر شيء نهايتين بس. نهايتي ونهاية ثانية. ما أدري من اللي قال لي عبد الله شوف النهايات كلها. لا تقول لي هذه لما دخلت عنده. ولا متى ذي؟ دقيقة وش السالفة؟ طبعا هنا يا جماعة الخير أنا ملزلز المونتاج راح أوضح لكم شغلة بسيطة. ركزوا على روح ستة كيف كانت تطالع في هذه الصورة. لو ندقق في الصورة هذه راح نلاحظ أنها نفس الجزيرة اللي شفناها في نهاية الجزء الأول. وهنا زي ما تقولون إشارة من روح ستة أنه هذه هي وجهتنا التالية. بين عليك اليوم ما انت متغدي جوعان وادري مشكلة يمكن تجوع. بدت تجوع بدت تبتدي معها زي ما تقولون الجوع اللي من خلاله شفنا في الزلوة ايش صار فيها. قامت تلتهم كل من حولها يعني التهام صار ملتهمة. ولكن يعني وش يدل عليه ذا؟ هل معناتها انه الان بدت روحها اللي طلعت شفناها هي لما هي دخلت مع عالم سلندر والتلفزيون بدت طلعت الروح شقت الروح منها وصار مونو يشوف روحها قدامه تتلاشى كل شوي. حست بالجوع خلي اللعبه ذي تفاسيرها كثيره والله. لكن انا الان الا ما العب جزء الجوال صراحه ابغى العب جزء الجوال. بس بجيب لي قطعه اتش دي اركبها على الايفون عشان يمديني اسجل الحلقه لكم ونحلل ونفسر ونفصل كل شيء موجود في نفس لعبه الجوال. لكن الاكيد انه الاحداث هذه اكيد قبل احداث الجزء الاول واضحه وصريحه. والدليل مونو مشنوق. مونو قدر يحرر نفسه من الحلقه هذه انه يشنق نفسه ويموت. عشان كذا طلع قدامها في الجزء الاول ميت. عشان كذا طلع قدامها الجزء الاول لانه خلاص انهى الحلقه اللي هو جالس فيها. كيف تنهي الحلقه اللي انت جالس فيها؟ تذبح نفسك تنهي الحلقه اللي انت فيها. فنعم انهى نفسه. ومن هنا بدات تصير هي. لو تلاحظون انها بالجزء الاول في شيء تجوع تجوع تجوع. اثاري الجوع كان محى من مونو. مسافه مونو. مونو عطاها عطاها الشيء ذا زي ما تقولون من الأرض. وبعدين تعالوا الارواح الاطفال اللي كنا شفتوا ارواح اطفال كل شوي ناخذها كل شوي يلبسها مونو. مونو لبس ارواح الاطفال كلها قدام سته. كل ارواح الاطفال اخذهم. اوه لما لبسهم كلهم مونو وتغذى على الارواح ذي لا يكون هي قدرت تاخذها من مونو الكبير الارواح ذي لان مونو الكبير الارواح وياه خلاص. فهي قدرت تاخذ من الارواح ذي عشان كذا طلعت مونو الصغيره. والله ما يندر يا جماعه. ترى تفسيرات كثيره. انتم ما قصرتوا حللتوا معاي. شفت تحليلاتكم في تويتر شفت مساعداتكم لي شفت كل شيء يخص اللعبه. لكن باقي العب الجزء الاول. انا شاكر لكم ومقدر لكم هذه المشاهده. يعطيكم العافيه. نشوفكم ان شاء الله في فيديوهات اخرى. وان شاء الله راح اختم الجزء حق الجوال قريبا جدا. ممكن بكره ممكن بعد بكره. بس خلوكم مستعدين مفعلين التنبيهات. لايك اوترو مع السلامه. نحن مرتزون نحن كلبزون مره اكشن مره في غابه امازون. تاخذنا المطبات حين جيل طيبون. نخلي الرعب يستولي وانتم تلعبون. تبغى الشاي لا تنسى كيس الليمون. ها شيبنا من لعبه انت اللون. الوضع في تهور وما هو مضمون. مع كبيرنا عبد الله دوم سعيدون.